بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، نواصل في شرح العقائد النسفية ونحن في نهاية أو نهايات الكتاب وفي أواخر الكتاب مباحث دقيقة أو مهمة، وإن كان يعني اتصالها بأمور العقيدة يعني ليس مباشرا، يعني مثلا الكلام في المسح على الخفين طبعا ده مبحث فقهي، اللي جعله يدخله في أحكام أو في علم الكلام، لأنه أصبح علامة على اللي يقول بالمسح، لأنه بلغ الاستفاضة أو التواتر يكون علامة على أنه من أهل السنة، والذي يرفضه يبقى ده من الشيعة. ليه؟ لأنه يقولون ده زيادة على الكتاب، يعني في القرآن مش موجود ليه المسح على الخفين، موجود ليه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو في قراءة وأرجلكم. وكلام سيدنا أنس لما قال لما سئل عن علامة أو من هم أهل السنة، قال أن تحب الشيخين، يعني اللي يحب الشيخين سيدنا أبو بكر وعمر وليس من الرافض من أهل السنة، تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين. طبعا يعني دي بقت الذي يرفض هذا يبقى ليس من من أهل السنة والجماعة. طبعا مسألة أخرى برضو اللي هي مسألة عدم تحريم نبيذ التمر اللي ينقع في الآنية أو الجرار، تمر وزبيب يوضع في الماء وعندنا يشربه الناس في شهر رمضان، يجعل في إناء من الخزف، يعني مصنوع من الطين أو من الفخار، فمع ترك مدة يومين يحدث فيه لذ، يبقى فيه شدة، كما في الفقاع، يعني شراب الفقاع ده اللي هو شراب الشعير، فنهي عن ذلك في بدء الإسلام. ليه؟ لأنه كان يوضع في أواني أو في جرار الخمر ثم نسخ، فأهل السنة على أنه النبيذ ده ليس ليس حراما، وأكثرهم عدم تحريمه من قواعد السنة أو من قواعد خلافا للروافض يقولون بتحريمه. لكن إذا اشتد يعني زاد في النبيذ وأصبح له رغوة وله كده رائحة نفاذة وصار مسكرا، في هذه الحالة يبقى القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة، يعني كثير من أهل السنة في مسألة النبيذ مش كلهم قالوا إذا أسكر يعني اشتد يبقى القليل والكثير حرام، حتى لو شرب الكأس أو مثلا كوب يحرم، مع أنه لا يسكر، لأنه في قاعدة كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا قال فإن القول بحرمة
قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من كثير، مش كلهم. يبقى معنى كده يبقى إذن أكثرهم ذهب بعضهم إلى حل القليل، يعني بعضهم قال لا القليل حرام حلال والكثير حرام، إنما إذا أسكر يبقى القليل والكثير حرام. لكن بعضهم قال لا الكثير اللي هو إيه، يعني مثلا لو شارب كوب واحد لا يحدث سكر فهذا ليس حرام، إنما لو شارب اثنين الثالث يحدث، يبقى الثالث هو اللي حرام خلاص. ولكن البعض خد بليه بسد الذريعة أو بالأحوط، لأنه ما فيش ضابط، يعني ممكن لا يشعر يعني يحدث السكر وهو إيه يعني لا يتبين هذا إلا إيه بعد حصول الإيه السكر. وبعدين اتكلمنا احنا موضوع الفرق بين الولي والنبي، تكلمنا فيه ده ولا لسه؟ تكلمنا فيه. طيب برضو نلخص كما قلنا ليه هو اتكلم، مع انه هذا الامر يعني بين وسهل، يعني ليه التفريق بين النبوة وبين الولاية؟ لانه في كلام موجود في كتب الصوفية انه الولي افضل من النبي، لكن لما جئنا الى التحقيق والتدقيق وجدنا كلام الصوفية بيتكلموا فيه في الشخص الواحد، لأن النبي يجمع بين المرتبتين الولاية والنبوة. فهل النبي ولايته أفضل ولا نبوته؟ أهي دي المسألة اللي فيها إيه؟ لكن لا يقال هذا يعني أن الولي اللي هو غير نبي لا يمكن أن يكون إيه أفضل من النبي، لأن كل نبي ولي وليس كل ولي إيه نبياً. يبقى عبارة الصوفية انه ولاية النبي افضل من نبوته، ليه؟ قالوا لانها الولاية دي تنبئ عن قربه وكرامته ومكانته، او انه من خواص الحق سبحانه او من المقربين. انما النبوة عبارة عن انباء وتبليغ، زي كأنه رسول يؤدي رسالة الى الرعاية الى الخلق حيبلغهم احكام. يبقى من جهة ولايته ده هي اللي فيها المكان وفيها الحظ عند الحق سبحانه وتعالى، يبقى كده ايه افضل، لانها متعلقة بجانب الحق. اما النبوة متعلقة بجانب الخلق، وما كان متعلقا بالله يكون اولى ايه. لكن الكلام ده لما يكون في شخصين، اما في الشخص الواحد لا يقال إيه هذا. فبيتكلموا باعتبار الشخص الواحد خلاص. في عبارة في الآخر هنا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب، مش كده؟ فمعناه أنه عصمه من الذنوب. طبعا العصمة لا تكون إلا لإيه؟ ها؟ للأنبياء. فالمراد بكلمة عصمه يعني حفظه، حفظه يعني كيف يحفظ الله تعالى الولي أو عبده بأحد أمرين، يعني لا يخلق فيه الذنب، أو إذا أذنب لا يجعله مصرا يعني يوفقه للتوبة. يبقى معناه إذا صدر عنه ذنب ينبه بسرعة فيتوب ويستغفر ويغفر الله له، فلا يضره ذنب، يعني لا يلحقه ضرر بسبب الذنب، لأن الحق تعالى وفقه للتوبة وتاب عليه وغفر له. زي قوله تعالى فوكزه موسى في آية قال ربي إني ظلمت نفسي، ودخل المدينة على حين غفلة من فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى. قال إيه؟ إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الإيه الغفور الرحيم.
اهو معنى ايه لا لا ايه معنى العصمه الحفظ، لان العصمه بمعناها الاصطلاحي هي لا تكون الا لمين؟ للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بعد كده النصوص اللي هي على ظواهرها، تمام. النصوص المقصود بها الالفاظ يعني اللي هي من الكتاب وايه والسنه تحمل على ظواهرها كما قلنا، الا اذا كان في دليل قطعي كما في الايات التي تشعر ظواهرها بالجهه والجسميه ونحو ذلك. يبقى الاصل شوف كده، ودي احنا فاكرين لما تكلمنا هنا المراد بكلمه نص، لانه هنا يقول لا يقال هذه من النص بل هي من المتشابه. يبقى معنى كلمه ايه النصوص هنا مش المراد المعنى اللي هو في اصول الفقه. احنا قلنا في معاني اصوليه يجب معرفتها، اللفظ اذا ظهر منه المراد يعني يبقى ده اسمه الظاهر، تمام. طيب وان كان في يعني في سياق يعني تشهد له ايه سياق الكلام على انه في الموضوع بعينه يعني ينص على كذا يبقى يسمى ايه نصا. يبقى عندنا ظاهر وعندنا نص. لو النص ده انضم اليه او اللفظ ما يدفع احتمال التأويل والتخصيص يبقى يسمى ايه مفسرا. طب وان لاحقه ما يدفع احتمال النسخ يعني في حاجة تبين انه هذا ليس منسوخ يبقى اسمه ايه محكم. طب بعد كده ده كله ده ايه اذا ظهر منه المراد. يبقى الظاهر منه المراد يا اما ظاهر يا اما نص يا اما ايه مفسر. طب اذا لم يظهر المراد، طب لماذا لم يظهر المراد؟ في احتمالان، إذا كان لعارض يبقى هذا يسموه إيه خفي، وإن كان عدم ظهور المراد لنفس اللفظ خلاص كده، فإن كان مما يدرك عقلا يبقى إيه ده مشكل، وإن كان يرجع إلى النقل يبقى مجمل. طب وإن لم يدرك أصلا يبقى ده المتشابه، وكل واحد من الأقسام دي يقابله ما بإزائه على الترتيب الذي إيه ذكرناه. لكن المراد من النصوص هنا مش النص اللي هو إيه يقابل الظاهر والمجمل، لأنه ده كله اسمه إيه ده نص. هنا يبقى كلمة نص هنا ما قال كده، قال لا يقال هذه ليست من النص بل هي من المتشابه، لأننا نقول المراد بالنص. يبقى المراد هنا في اصطلاح المتكلمين غير اصطلاح المين الأصوليين، المراد بالنص هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم بل ما يعم أقسام النظم. يعني كلمة نص هنا يعني معناها اللي يعم ذا كله، يعني الظاهر والنص والمفسر تمام كده والمتشابه والخفي والمشكل والمجمل، كل ده اسمه ايه اسمه نص. يعني معنى كده المراد من النصوص الفاظ القرآن والحديث، وكل نص يعني كل لفظ في الكتاب والسنة، مش معناها كل نص يعني كل ما ليس بظاهر او ما ليس بمشكل او ما لا نص هنا ايه يعني الفاظ القرآن الكريم والحديث. طيب عرفنا كلمة نص يعني لفظ، لفظ قرآني او ايه حديث نبوي. طب ما المراد بظواهر النصوص؟ احنا مش بنتكلم في مصطلح الاصوليين، لا، ايه المراد بظواهر النصوص؟ يعني ما تدل عليه بحسب الاوضاع اللغوية في الاستعمال الشائع، يعني شاع استعماله في كذا أو ده الظاهر، هذا هو ظواهر النصوص.
عندما نقول يد أو وجه أول ما يتبادر إلى الذهن هو إيه؟ الجارحة أو هو الوجه، يعني ما تواجه به أو ما يكون فيه. هذا هو المراد بكلمة إيه؟ ظواهر النصوص. المراد من ظواهرها ما يدل تمام بحسب الأوضاع، يعني المعنى اللي هو يدل عليه بحسب الوضع اللغوي، شجرة، امرأة، يد، رجل، على الاستعمال الشائع، لأنه في استعمال غير شائع، فاحنا نتكلم في الاستعمال الايه الشائع. خلاص كده. وبعدين راح قال ايه، بيقول هنا والعدول عنها، يعني عن الظواهر. عرفنا الظاهر يعني ايه الاستعمال الشائع اللي هو دلت عليه اللغة، الى معان يدعيها اهل الباطن، عشان ما نخلطش نقول طبعا احنا علماء الكلام يعدلون عن ظواهر النصوص، بس مش في كل الأحوال. عندما إيه يكون هناك دليل قاطع أو دليل قطعي سواء عقلي أو نقلي على أن الظاهر غير مراد، يعني المعنى اللغوي الشائع المستعمل غير مراد، يبقى موضوع العدول عن ظواهر النصوص عند علماء الكلام غير عند علماء الايه الباطن او عند الموضوع تاني. ولهذا بيقول وهم الملاحدة وسموا الباطنية. ليه الباطنية؟ يقول لك المعنى الظاهر ده غير مراد، وفي معاني اخرى يؤولون ويقولون بمعاني واشياء عجيبة. تمام. ولهذا دول غير ايه غير المتكلمين، لان المتكلمين لا يلجؤون في كل النصوص، ده عنده عند الباطنية كل النصوص لها معاني غير الايه غير الظاهر منها. يبقى ده موال ثاني، لانهم يدعون ان النصوص كلها ليست، ده احنا عندنا محكم ومتشابه، عندنا ايات معينه اللي فيها هي اللي ممنوع المعنى الايه الظاهر، انما دول كل النصوص اللي في الكتاب والسنه يقول لك ليها ايه معنى غير الايه اللي هم الباطنيه، بل لها معاني باطنه لا يعرفها الا المعلم. طبعا يقصدون بالمعلم الحق سبحانه وتعالى، لانه هو اللي بيعلم الائمه، او يقصدون معنى اخر يعني الامام. وقصدهم بذلك المذهب الباطني نفي الشريعه بالكليه، لا في صلاه، يعني بيسموهم الإباحيين، مفيش حاجة إيه تكلموا في الصلاة يقول لك لا أنت مش فاهم إيه معنى الصلاة. يبقى ده إيه الذي يلجأ إلى هذا، وكان في ناس من فترة يتكلموا في الأمور دي، وهؤلاء إيه ملاحدة إلحاد، يعني إيه ميل وعدول عن الإسلام وضلال واتصال واتصاف بكفر، يعني اتصال بالكفر أو اتصاف به لكونه اللي هو إيه العدول عن ظواهر النصوص تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه بالضرورة. وأما ما يذهب أجاب حاجة ثانية مهمة، ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، تمام كده، ومع ذلك ده اسم الجمع بين الظاهر والباطن، ده الثالث، يقول لك النص على ظاهره، لكن في حاجات باطنية أو خفية في النص لا يدركها إلا أرباب البصائر أو أرباب السلوك، يعني الأنبياء والأولياء والكمل، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. يعني إيه يمكن التطبيق؟ يعني التوفيق، يعني ممكن نوفق بينها وبين الظاهر، يعني في معنى باطني يسموه إيه إشاري، وفي معنى ظاهر يقول لك الظاهر مراد، لكن مع هذا في معنى آخر يعني يناسب أهل الذوق وأهل الإيه الكمال. هذا إيه ده من كمال الإيمان، ده مش إلحاد، ومن محض العرفان، يعني ليس من الإلحاد ولا من الكفر، لأن الملاحدة أصلا قالوا ما فيش ظاهر، نفوا الظاهر، إنما دول أثبتوه، لكن قالوا مع هذا في معاني إشارية. في مثال لها ذكره بعض المحققين
في كلمة إيه وأما ما يذهب إليه بعض فيها إشارات خفية إلى دقائق، يعني أمور دقيقة. في البعض ذكر إيه الأمور الدقائق اللي هي ما تلغيش المعنى إيه الظاهري، ومع ذلك يعني نوفق أو نجمع بينه. قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقرآن في ظاهر وباطن وحد ومطلع. وقال: إن للقرآن بطنا، يعني معنى غير المعنى الظاهر، يعني صحيح المعنى الظاهر مراد لكن في معاني أخرى لأربابها. إن للقرآن بطنا وفي بطنه، تمام كده، بطن إلى 7 أبطن أو أبطان أو إلى 70، يعني في معنى في بطن الكلمة، يعني في باطنها، وفي باطنها في معنى، وفي باطن باطن باطنها، وهكذا إلى 7 أو إلى 70. زي إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه إيه؟ كلب أو صورة. طبعا قالوا إيه؟ القلب ده بيت مهبط للتجليات والإشراقات الإلهية، يعني الوارد الملكي والوارد الرحماني يرد ويدخل إيه في هذا البيت اللي هو إيه؟ القلب، يعني هو اللي بتهبط فيه واردات الملك. طبعا القلب ده لازم يكون إيه؟ منزه عن إيه؟ عن الصفات الرديئة زي الغضب والشهوة والحسد والكبر. هذه إيه؟ قالوا مثلوها بأنها كلاب إيه؟ نائحة. فكيف تدخل الملائكة أو تشرق الأنوار في القلب اللي هو مشحوم بالكلاب اللي هي الشهوات والمعاصي والكبر؟ هل هذا المعنى ينفي المعنى الظاهر اللي هو انه لا يجوز دخول الكلاب في البيوت او لا ينفي؟ فهذا معنى اشاري لاهل الايه؟ الذوق. فيقول لك القلب اللي هو زي البيت، فالشهوه والغضب والحسد والكبر كل ده زي الكلاب، فكيف تدخل الملائكه وهذه الكلاب موجوده في القلب؟ تشبيه، تمام؟ واستحلال المعصية تكلمنا فيه ولا لسه؟ واستحلال الايه؟ المعصية برضو دي مسائل ايه؟ دقيقة وفرعية، تمام؟ في آخره في النوادر عن محمد رحمه الله إنه لا يكفر وهو الصحيح، يعني يقول لك في مسألة لو استحل وطأ امرأته الحائض يكفر، إنه ده ايه؟ مخالف المسألة. أما في كتاب النوادر بيقول لا يكفر وهو صحيح، ليه؟ لأنه اجتهد، لأنه الاجتهاد يكون في الاجتهاد ينفي الكفر أو التأويل ينفي الكفر، الكفر يكون تكذيب لإيه؟ للنص الصريح. طيب واليأس تكلمنا أيضا. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بالعالمين وعن مشايخنا في الدارين امين: اليأس من الله كفر، واليأس من الله تعالى كفر. هي معنى اليأس من الله، يعني اليأس من رحمته، هي معنى ييأس من الرحمة. ها، ما معنى أن إنسانا يأس من رحمة الله؟ قال تعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. مش كده؟ ما معنى لا ييأس من رحمة من روح الله؟ يعني من رحمة الله. فكيف يكون اليائس كافرا؟ هي علاقة ده بالكفر. الإنسان، نعم، ممكن إذا تيقن أن الله لا يغفر له يائس، يعني معنى يائس يعني قطعا جازما أن الله تعالى لا يرحمه، تمام كده، وهو معنى اليأس يعني القطع. وقديما كانت العرب كانوا يقولون كده: اليأس إحدى الراحتين. يعني أنت لما تكون مثلا
مشغوف بشيء ومنتظر وقوعه، وانت ما زال عندك امل، لم تيأس انه يقع، تظل معلق وتبحث في التلفون وتسأل. لكن اذا حصل لك يأس من عدم، انت خلاص ترتاح نتيجة الامتحان كده. يعني يقول مثلا الانسان معلق لحد ما يشوف النتيجة، فاذا رأى انه راسب استراح خلاص، استراح من القلق النفسي ومن الترقب ومن الانتظار. يقول لك في مثل يقولوا كده، وقوع البلاء ولا انتظار. لما تنتظر البلاء، انتظار البلاء اشد من البلاء، انما اذا وقع خلاص اتحمله وبعد كده ايه ربنا يسر. اقرا. والياس من الله تعالى كفرا يعني من رحمته، يعني لا ييأس من روح الله الا روح الله يعني من رحمه الله الا القوم الكافرون. والامن من الله تعالى كفرا، يبقى هم ايه امران، الياس والامن. منين جاب الامن هنا؟ الياس في ايه، في ايه ثاني في ذكر الايه الامن، فامنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم. إذا أمن من مكر الله يعني قطع بأن الله لا يعذبه أو لا يمكر به، أو إنسان قطع بأن الله لا يرحمه، يبقى ده يأس. والثاني أمن، يعني في أمان. ولذلك كان سيدنا جبريل عليه السلام وهو من الملائكة الكبار كان إيه؟ لا يأمن مكر الله، لكن لما نزل قوله تعالى مطاع ثم أمين، خلاص ربنا كده أمنه. إنما من غير نص ومن غير دليل كيف تأمن مكر الله؟ إذا كان سيدنا أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها بيقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة، رجلي في الجنة والأخرى خارجها، ما أمنت مكر الله حتى أدخلها، لأنه اللي يدخل الجنة ما يخرج منها إلى النار. ما حصل، هل يحصل أن واحد يدخل الجنة ثم يخرج؟ لا، العكس، ممكن يكون في النار ثم يرحمه الله تعالى فيخرجه إلى الجنة. لكن هل يمكن أن إنسانا يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار خالدين فيها إيه أبدا؟ فالأمن من مكر الله زي اليأس من رحمة الله، الاثنين كفر. لكن الأحناف، السادة الحنفية، حملوا الآيتين على ظاهرها، على الظاهر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الكافرون. فالأحناف قالوا اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله الاثنين كفر، حملوا الإيه. أما الإمام الشافعي قال إن ذلك من الكبائر، يعني اليأس جعلوا كبيرة والأمن كبيرة، ولم يكفر بهما. إنما مين اللي قالوا كفر؟ اللي هم مين؟ الأحناف. وذلك تجد المذهب الحنفي في موضوع التكفير ده صعب. ليه؟ مش معناه إنهم هم زي السلفية، لا، هم زي ما بيقولوا بيعملوا سياج، بيعملوا هيبة، يعني يفخم الشيء حتى لا تقع فيه، تخويف للناس. يقول لك اللفظ ده يكفر، اللفظ ده، يعني متوسعين في الباب ده، لكن ليس بيتكلموا على الألفاظ لا على الأشخاص. السلفية بيكفر الأشخاص وبيكفر البلاد وبيكفر القرى وبيكفر المدن وبيكفر الأمة، حتى الأولياء بيكفرون. يلا. والأمن من الله تعالى كفرا، إذ لا يأمن من مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون.
يعني لا يأمن من مكر الله إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أمنه، يبقى كده هذا آمن، إنما غير كده يبقى كفر حسب الظاهر. لكن ممكن نأخذ بكلام سيدنا الإمام الشافعي أن ده من الكبائر وقد يكون كفرا. فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون يعني واحد عاصي ارتكب ذنوب جزم بأنه من أهل النار، أو واحد مطيع جزم بأنه من أهل الجنة، يبقى ده إيه؟ الأولاني يائس من الله والثاني أمن من مكر الله. طب إذا كان كده، إذا كان المعنى كده، يبقى معنى كده المعتزلة كفار. ليه؟ لأنه في الحالتين يلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا، لأنه في حال المعصية يأس، يقول مرتكب الكبيرة ويأس من رحمة الله، وفي حال الطاعة آمن من مكر الله. ففي الحالتين المعتزل كافر حتى لو كان مطيع، لأنه في حالة المعصية هو إيه؟ يائس من رحمة الله، مش بيجزم المعتزل بأنه مرتكب الكبيرة في النار وأنه المطيع اللي هو لم يعصي في الجنة. فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا. ليه؟ لأنه إما آمن أو آيس، آمن يعني في حال إيه؟ الطاعة، أو آيس يعني في حال الإيه؟ المعصية. ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل الكتاب. معنى القاعدة دي بتاعت أهل السنة عشان ما نفهمهاش خطأ، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وده موجود في نصوص الإمام الأشعري نفسه. هذه القاعدة في الأمور الاجتهادية أو في المسائل الاجتهادية، وإلا يبقى كده ما يعني لا يكفر في الأمور الإيه؟ أما الإجماع على أنه من ارتكب أو من خالف معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وده من قواعد أهل السنة أيضا. يبقى المراد لا يكفر أحد من أهل القبلة يعني في الإيه؟ في المسائل الاجتهادية. طب إيه الجواب أهل السنة عن الإشكال بتاع المعتزلة؟ مش قالوا بناء على إنه اليأس من إيه؟ من رحمة الله كفر، والأمن من إيه؟ من الله كفر، من مكر الله كفر. يبقى معنى كده المعتزلة إيه؟ إيه الجواب؟ قلنا هذا ليس بآيس ولا آمن، ليس بيائس ولا آمن. ليه؟ احنا قلنا هو في حال الطاعة أو في حال المعصية. طب لو قدرنا لأنه على تقدير العصيان لا ييأس، هو بيقول مرتكب الكبيرة صح فين؟ في النار، مش بيحكم كده، ويحكم بها على الجزم، لكن مع ذلك لا ييأس مرتكب الكبيرة عند المعتزلة أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح. يبقى كده إيه؟ ليس بإيه؟ بآيس أو ليس بيائس. وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأس. لا، وصحيح بيقطع أنه إذا مات على الكبيرة فهو مخلد في النار، لكن خلود دون خلود أهل الكفر، لكن في الوقت ذاته ليس يائسا من رحمة الله. ليه؟ لأنه يمكن أنه يرجو التوبة، تمام كده، أو يعتقد أن الله تعالى يتوب عليه، يعني لا يبقى على الكبيرة. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن،
وذلك لأن لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس. يعني هو بيعتقد أنه يستحق النار إذا ارتكب، لكنه لا يستلزم هذا أن يكون يائسا، وأن اعتقاد عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. تمام كده. هذا والجمع بين قولهم، هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية. يعني عندك في المذهب الأشعري القاعدة دي، لا نكفر أحدا من أهل القبلة. شوف كده، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحة، خلاص لا يكفر. أي إنسان يصلي إلى القبلة أو من أهل الصلاة لا يكفر، مع أنهم قالوا بأن من يقول بخلق القرآن كافر، ومن يقول بأن رؤية الله تعالى مستحيلة كافر، ومن يسب الشيخين أو يلعنهما كافر، مع أنه يصلي إلى القبلة ويأكل الذبيحة وإيتان ويعني موجودة فيه الشروط. يبقى هنا قالوا إيه، كيف نجمع؟ هنا حيبقى فيه إيه مشكلة. المشكلة كيف يزول؟ إنه هذه القاعدة ليس مجمعا عليها عند أهل السنة، اللي لا نكفر أحدا، لأنه قلنا هذه في الإيه، يا إما أننا نخصصها بالأمور الاجتهادية، أما الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يقع فيها التكفير. يعني مثلا خلق القرآن، استحالة الرؤية، سب الشيخين، مثلا قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، يبقى هذه الجملة لا يكفر أحد من أهل القبلة، ده قول الإمام الأشعري، ومحله في إيه؟ في المسائل الاجتهادية. أما من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يصير إلى الكفر. عاوزين نتكلم هنا، الشيخ اللي هو محقق الكتاب قال ورفع الإشكال بوجوه. قلنا هنا إيه مشكل، كيف نرفع الإشكال؟ قال أحدها أن عدم التكفير مذهب الأشعري وأتباعه من علماء الكلام، وهو المروي في الملتقى عن الإمام الأعظم، والتكفير مذهب الفقهاء، فلا إشكال. جاذول كلمة مشكلة ليه؟ لعدم اتحاد القائل، إنه هذا الكلام يناقض الكلام. إحنا نقول ما فيش حد يكفر من أهل القبلة، وهنا إيه يقع الإيه الكفر، يبقى ده إيه كلام متناقض. يبقى في هذه الحالة إذا كان القائل واحدا، إذا اتحد إيه القائل لكن القائل مختلف، يبقى ما فيش تناقض. يبقى ده كلام الأشعري، لكن الكلام الثاني كلام مين؟ جمهور العلماء. الجمع الثاني أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن كلام الله تعالى، أن الرؤيا واقعة، أن للشيخين رضي الله عنهما شرفا عظيما، فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له، فلا يكون من أهل القبلة. أخرجون من الإيه؟ من البداية. طبعا ده صعب الكلام ده شوية. الثالث أن التكفير هنا، وده الأفضل، أن التكفير هنا اللي هو تكفير اللي يقول بخلق القرآن أو تهديد وتغليظ وليس محمولا على ظاهره، تخويف يعني، لكن لا يكفر إلا إذا جحد إيه معلوما من الدين به بالضرورة. يلا تصديق الكهنة بكفر، وتصديق الكاهن بما يخبر به. من هو الكاهن؟ هو الذي يخبر عن الأمور، اللي يتنبأ بالأمور المستقبلية، الحاجة اللي لسه ما حصلش، يتكهن يعني يقول كده إيه كلام لسه ما حصلش أو ما فيش دلائل على حصوله. إنما أنا مثلا لو قلت إنه مثلا بعد مثلا ساعة ونصف يدخل وقت الغروب أو تغرب الشمس، ليس هذه كهانة، لأنه ده فيه أمرات وفيه ساعات ومعروف
وأنا كده أخبرت بأمر في المستقبل. طب لو أنا قلت مثلا الطائرة اللي هتأتي من العراق غدا تصل في الساعة 6، ده المواعيد منشورة في الانترنت ومعروفة، هذا ليس من الكهانة. يبقى الأمور اللي لها أمارات أو معروفة مثلا بالاعتياد وهي مستقبلية، لو قلت مثلا الفجر غدا يؤذن، يبقى كده بقوم حيؤذن، لا، يبقى الايه اللي هو يدعي معرفة الأسرار وعلم الغيب. فمن يصدق هذا الكاهن ليه الذي يخبر عن الغيب يكون كافرا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. برضو أيضا ممكن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الزجر والوعيد والتهديد، وليس على أن أغلب الناس جهلة لا يقصد الكفر ولا يقصد تكذيب النبي، إنما هو متلهف عاوز يعرف نتيجة ابنه مقدم لكلية عسكرية، عاوز يعرف قابلوه ولا لا، عاوز يعرف المادة اللي هو لم يذاكر فيها هل نجح ولا. فهذا جهل واستشراف، فيروح لمين؟ للعرافين والمنجمين، فيكذبون عليه فيصدق كذبهم. هو مش صدق الكاهن يعني تكذيبا للنبي، لا، ده انه ارتاح الى كلامه فقال لك كلاما يريح النفس زي الساحر. يعني انت مثلا تريد كذا فيروح يقول لك على هواك انك انت حتنجح، تبقى من الاوائل وتكون اول واحد في الراسبين، انما هو أقنعك بشيء أنت تميل إليه فتصدق لهذا. زي مثلا بعض الحكام يجي الشعراء ويجي الجماعة في الاحتفالات في الدولة ويجي يقول كلام مدح في الحاكم، فيروح يديله جائزة أو يرضى بكلامه أو كده ينشرح، يعني كده يستريح ليه وهو يعلم أنه كذاب. ليه؟ لأنه قال كلاما يريح النفس. لما يقول له أنت تقود الأمة إلى البر الأمان وأنت زعيم وأنت، هو يرتاح لهذا، البشر كده. لكن فيعمل له شيء من الإيه؟ إن من البيان لسحر، يخليه يصدق الكذب مع أنه علامات الكذب ظاهرة وإيه؟ لكن في بعض الموفقين يرفض هذا المدح الزائد والإطراء المبالغ فيه، يقول له لا. ها. والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وكان في العرب كهنة، في العرب كان كهنة كثير جوا في العرب يدعون معرفة الأسرار، فمنهم بس في طبعا ويجي واحد يقول لك طب لماذا الناس تصدقهم ليسوا أنبياء ولا كذا؟ لأنه كان في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسترقون الشياطين فيسمعوا حاجة صدق حقيقة فيضيف معها 100، مش كذب، يحط 100 مع واحدة بس صدق. فأنت إذا جاب لك شيء حقيقي وصدق فأنت تعمل إيه؟ ها؟ تروح تصدق الباقي. زي مثلا يجي واحد يقول لك في جيبك مال، طب ما معروف معك فلوس في جيبك. هو مسكين، في بعض الناس لا ينتبه، ممكن يقول لك امور بدهيه وانت اول ما ترى انها هذه حقيقيه تعتقد انه هو ايه، هو في شيء من الذكاء كده استعمل ذكاءه. وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأسرار، فمنهم من كان يزعم أن له رئيا مش ربا، صلى ربا في ده، يزعم أنه له رب مكتوبة خطأ، رئيا. حتى في الحديث لما قالوا إن كان الذي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت، لما جاء بالدعوة قال له الكفار إن كنت تريد مالا، مش كده جمعنا لك،
وإن كنت تريد جاها سودناك، لا تنشغل بشيء، خليك هنا بالشر. إذا كنت منشغل خلاص اقرأ من نفسك، خليك هنا. هو بيرد في النص يعني. ماشي، بس لا تنشغل بشيء آخر. طالع ما شئت لكن ليس أثناء الدرس. في بعض الناس قال له كده، إن كنت يعني أنت عاوز إيه بالضبط يعني، بدل تقول رسول الله عاوز إيه من هات، زي ما يقول لك هات من الآخر، عاوز إيه؟ سيبك من الرسالة والنبوة، ماذا تريد؟ هل أنت تهدف إلى جمع المال؟ قالوا جمعنا لك حتى تكون أغنى رجل في الأرض. طب وإن كنت تريد ملك ملكناك. طب إذا كان لا يريد مال ولا مال، اللي يجي لك ده شيطان بيسوي ليك. نوديك لواحد معالج يعالج بالقرآن. القرآن ما كانش نزل سيد، مش عارف كان يعالج بإيه قبل القرآن. وإن كان إيه يزعم أن له إيه رئيا، إيه معنى رئيا؟ يعني قرينا، يعني واحد بيتابعه من الجن. نعم. صلحت كده رئيا مش ربا. استقال رئيا. ها؟ استقال رئيا. رئيا. فيها هنا مضبوطة، دوريني كده الضبط كده لنا. مضبوطة في كتب السير فين يا أخي؟ من رئيا. احنا اللي قرأناه ممكن. انت عندك كده رأيا؟ ايوه. ماشي. لا يجوز كسر الراء. يجوز؟ نعم. يبقى رئيا ورأيا، يبقى وجه اخر. المهم قرين يعني. سواء كان بالكسر او بالفتح. هي في كتب السير موجودة، كتب السير في سيرة ابن هشام. وفي كتب السيرة روض الأنف. اصلها رأيا يعني. يعني يرى من الجن من يعينه أو من يخبره، يعني له معاون. من هو يعني منين جاب الكاهن؟ بيستعين بالجن، فالجن له قوة للاختراق. إلا من خطف الخطفة، كان الجن إيه قبل البعثة النبوية يسترق، يعني يقعد ينصب كده عشان يسمع الكلام، الأمور اللي هتحصل في كون كلام الملائكة. فالحق سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، وأن كنا نقعد منها يقترب من السماء، عنده قوة للصعود، فإيه يقعد في مكان كده يخترق ليه. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بعد بعثة النبي خلاص. لكن في الأول قبل ما يسلط عليه الشهب والرصد فيقتل الشيطان أو الجن، كان يستطيع إن هو شديد السرعة يخطف كلمة أو كلمتين، وبعدين يعمل إيه؟ يزيد من عنده. وهو مش هينفع يقول كلمة واحدة، أبو الباقي يروح يكمل من نفسه. فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. تابعة يعني طبعا في جن ذكر وفي جن أنثى. تلقي إليه الأخبار، ومن الأنثى أشد مكرا وسوءا. الأنثى ممكن تبلغ أشياء أصلا لم تسمع، إنما الثاني مأمون يقول اللي حصل ويزيد، إنما ذا يخترع. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم عقلي. في بعض الناس بالفهلة وكذا، يعني يستدرك ويعرف اللي هيحصل لك بإيه، زي ما بيقولوا النتائج تشير إلى المقدمات. يعني هو يعمل إيه؟ يشوفك مثلا أحوالك إيه، فاستنتج المستقبل من الماضي. يعني زي ما بعض الصالحين، أو مثلا الإمام الليث، أو رأى الإمام الشافعي وهو بالفراسة علم أنه سيكون له
قال إن عاش هذا الفتى فسوف يكون له شأن. فممكن تتفرس في غلام صغير أو شاب نبوغ أو معرفة باللغة أو قوة حفظ أو يجيد لغات كثيرة أو يحفظ المتون، فعلى طول إيه يقع في نفسك أن له مستقبل إيه عظيم. وتجد شباب كثير أو طلاب علم لا يكادون يفقه، فتعرف أنه هذا مستقبله مظلم، ما فيش خلاص يعني بعد ما تخرج من الجامعة انتهى أمره. إنما ده حيكون له قيمة في المجتمع وحيكون له يعني إبداع فعلا كده إيه، في ناس يعرف فيها هذا من الصغر. قال كده لما شاف الإمام قال إن هذا الفتى إن عاش يمكن 7 سنين فسوف يكون له مستقبل عظيم. يلا والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. يعني إيه الفرق بين الكاهن والمنجم؟ دك بيتتبع النجوم، بيتكلم في علم التنجيم، يقول النجم زي الناس اللي بتشوف الطالع، يشوف نجمه إيه أو مثلا حظه إيه. كان زمان في صفحة مش عارف موجودة في الجريدة اسمها حظك اليوم حسب الإيه تاريخ الميلاد، يقول لك ولد في برج كذا في نجم كذا. وفي بعض الأشياء يوافق إنه تبقى فعلا في ناس كانت يعني مصرة تتابع هذا الأمر وكأنه يعني يرى إنه فعلا هذه نافذة يطل منها على المستقبل. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى. الجملة العلم بالغيب أمر تفرد به المولى تبارك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا سبيل إليه للعباد. لكن بجانب هذا إذا وجدنا نصوص أخرى فيها أن الأولياء أو الأنبياء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيه الغيب، فماذا نفعل؟ كيف نوفق بين النصوص؟ يبقى الله تعالى يعلم الغيب علما ذاتيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الأولياء فإنهم يعلمونه بإعلام منه أو بإلهام يعني من الله بطريق المعجزة أو الكرامة، إذا كان نبيا المعجزة وإذا كان إيه وليا الإيه الكرامة، أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات. يبقى ده في رأسه يتفرس يعني بالأمارات كذا يستطيع أن يستنبط. يبقى إذن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، جمعنا هذا أنه إيه من ارتضى من رسول الله تعالى يطلعهم على الغيب. وفي قوله تعالى في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فمعنى هذا أن الله تعالى متفرد عشان نوفق بين النصوص، لا يعلم الغيب إلا الله يعني علما ذاتيا استقلاليا من ذاته ليس من غيره. أما الأنبياء والأولياء والصالحين كل ذا إيه يعلمون الغيب ليس من ذاتهم ولكن من إيه إعلام الله لهم بطريق المكاشفة بطريق الإلهام المعجزة الكرامة إلى غير ذلك، أو أن الله ينور قلب عبد صالح فيعطيه من الأمارات والدلالات ما يستنبط. يعني ممكن يقول لواحد فيكم أنت ستكون مهندسا، أنت ستكون طبيبا، أنت ستكون عالما في الشريعة، كيف عرف هذا؟ بالأمارات. يعني رأى ولعك بالفقه وبالمتون وكذا عالم في الدين، رأى انشغالك بالطب، هذه لا تسمى علم إيه علم غيب، وإنما هذه فراسة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يعني إيه المتوسمين؟ يعني إيه المتفرسين. لذلك مرة كان مع سيدنا الإمام الشافعي مش عارف مين كان من في الحج ابن سيرين أو من الله أعلم كان معه، ف
فرأوا رجلا في الطواف فتفرس فيه، فقال أحدهم هذا الرجل نجار، والآخر قال حداد. فعايزين يشوفوا فراسة من أصدق. فسألوا الرجل ما صنعتك؟ قال كنت حدادا وأنا الآن نجار. فصدقت الفراستان، في فراسة. سيدنا عثمان قال كده: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مرة واحد دخل فقال يأتيني أحدكم وأثر الزنا في عينيه. هو هذا الرجل راح جاء إلى سيدنا عثمان وهو في الطريق نظر إلى فتاة أعجبته فنظر إليه، فلما دخل على سيدنا عثمان قال أثر الزنا. قال أوحي نزل بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. يا ممكن كان المشايخ ينظر في وجه الطالب فيقول له لماذا لم تصلي الصبح اليوم، ويكون هو فعلا لم يصلي الصبح ولا الظهر. وكان هذا موجود عند مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي كان يجلس في المدرسة الفاضلة أو المدرسة الفاضلية للإقراء بعد صلاة الصبح، مش الساعة 9 ولا الساعة، بعد صلاة الصبح يجلس للإقراء. وكان من عادته، وكان ولد من غير بصر، يعني هو أكمل ما فيش بصر، فكان يجلس كده على الكرسي ويقول من جاء أولا، يعني من حضر أول الحاضرين يقرأ، وكانوا يحرصون على الحضور في الأول حتى ينال شرف القراءة. فكان بعض الطلبة مع شدة يعني حرصه وتمسكه وحبه للشيخ وحبه للعلم حتى لا يسبقه أحد من التلاميذ، كان يأتي إلى مكان الإقراء أو إلى المسجد، يأتي في صلاة العشاء وينام في المسجد حتى يكون أول الحاضر. هو جاء من أمس، مش جالس في صلاة الصبح، لا جاء. فلما نام أصابته جنابة، ومع شدة انشغاله نسي، يعني لم يرى أثرا أو شيء، فنسي أنه على جنابة وجلس في مجلس الشيخ. الله أعلم هل الشيخ اكتشف هذا، شم رائحة، ولا الله تعالى أطلعه. الله كيف أطلعه؟ فغير الشيخ العادة كل يوم، يقول من سنين من جاء أولا فليقرأ، في هذا اليوم بالذات قال من جاء ثانيا. فكاد الطلبة يصابوا بجنون، ده هذا لم يتغير أصلا، في كل مرة يقول من جاء أولا فيقرأ الذي حضر أولا، في هذه المرة قال من جاء ثانيا. فالأول أخذ يحاسب نفسه ويراجع نفسه، ما الذي فعل؟ ما الذي غير الشيخ؟ هل الشيخ يعني غضبان مني؟ هل أنا قلت شيئا في حق؟ وأخذ كلام كثير حتى يتذكر أنه على جنابه، فأسرع إلى موضع أو مكان قريب من المسجد، فذهب إليه واغتسل، ثم رجع قبل أن يفرغ الأول. فلما انتهى الأول، فلما قبل أن يفرغ الثاني، فلما انتهى الثاني من القراءة، المفروض يقول الثالث، قال من جاء أولا، فعلم أن الشيخ ليس غضبانا عليه وليس هناك شيء إلا هذا الأمر الذي كشفه الله تعالى للشيخ. فكان في أشياء إذا يعني رويت أو يعني قرأت عليكم أو حكيت لكم تظنون أن هذا من الأساطير أو من الخيالات، وهو حقائق قد حدثت مع الصالحين ومع أهل الولاية والقرب. الله. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى، لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك فيه.
لهذا ذكر في الفتاوي أن قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة آية. لو قال واحد شاف هالة القمر يعني الغيمة أو كذا واستنبط من هذا أن يكون مطر وأراد بهذا أنه يعلم الغيب ولا يقول إنه علامة يعني هذا الذي يحدث الغيم في الجودة أما تلقى الشمس غيمت وكأن الدنيا تظلم وتجد السحب الكثيفة فتقول إيه ها هذا حينزل المطر وتقول إنه إذا سئلت هل تعلم الغيب يقول لا ده هذه علامة يعني السحب وفعلا ايه يحدث وقد تنقشع الايه الغيوم ولا ينزل مطر فاذا قصد انه علامه يعني هذا علامه واخبر بهذا على هذا الاساس لا يكفر اما اذا اخبر بذلك مدعيا علم الغيب فانه يكفر لانه يكون مكذبا لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.